عندي المنفي بتاعت ام علي لسه دخلت لناش برضو. بعد كده عندي كوبايه من الزبده، لتر من الحليب، قشطه بلدي، ربع كوبايه من السكر، نص كوبايه من العسل الابيض، ينفع نحلي بسكر او عسل زي ما انتم حابين، ربع كوبايه من جوز الهند او المكسرات، و ممكن كوبايه وربع كوبايه ونص مكسرات مشكله. بعد كده عندي كريم شانتيه للوش عشان ام علي من الحاجات اللي هندخلها تخش الفرن. بس اول حاجه هعملها بسم الله الرحمن الرحيم، هحط حل على النار واقوم نازل عليها باللبن، لان هنا اللبن يغلي ام علي اتعملت مع الفرن السخن. حطينا كده احنا معلقه من الزبده، عفوا مش كوبايه، معلقه بس. هياخد بقى القشطه، انا عايز القشطه هنا برضو عشان نفس موضوع اللبن الفريش والمعلب، فلو لبن فريش مفيش مشكله ممكن نستخدمه على طول. حط القشطه كده بسم الله. عندي بعد كده السكر والمكسرات، هخليها في الاخر. احط العسل بسم الله الرحمن الرحيم، او خلي اللبن يغلي وبعد كده نحط العسل. هنسيب اللبن يغلي، خد له 5 دقايق ولا. اللبن على النار، العجينه دي لما بنعملها بتبقى محتاجه زبده نيوزيلندي او زبده بولندي او اماراتي، وكيلو ب 120 140، فيعني وبتاخد طبقات وفرد ولازم تعملها على 3 4 ايام، فاحنا نجيبها جاهزه لو احنا عايزين نعمل حلو سريع. او نكسرها كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بقى ايه، اكسر على حسب الكميه اللي انا محتاجها، وده بقى ايه عارفين اللي هو مكافاه اخر الليل، الناس اللي بتحب السهر وبتبقى تعمل دايت الصبح وبالليل بتقوم تاكل تبقى عايزه حاجات سكريات كده، فاحنا نعمل كده ونحلي بقى بعسل مش بسكر عشان يعني نتمزج قوي يعني. بعد كده احط شويه جوز هند، شويه مكسرات، حلو كده. واحنا قلنا العسل هننزل بيه على الحليب، اهو ننزل بقى كده على الحليب ونقلب اهو عشان العسل ايه، العسل بيكون تقيل. الناس بقى تقول لي انت ليه حطيت العسل في الاخر، عشان العسل تقيل لو حطيته واللبن بيغلي هينزل تحت يتحرق وهيبقى ضاع مني. بعد كده بقوم مقلب كل الكلام ده على بعضه. عملنا الخلطه دي، هقوم واخد الميكس بقى بتاع العجينه واحط كده المنفية، اكسر، ومش لازم اكسر قوي يعني، وممكن تعملي الخلطه دي جاهزه عشان يعني ايه يبقى الموضوع بسيط وخفيف. حاجة تاني بقى، في ناس بتبقى بالليل الجو تلج وتبقى كسلانة تعمل أي حاجة بس عايز تاكل حاجة حلوة دلوقتي، فحضرتك بقى أنا أقول لك، أنا بتاع الوقت ده برضه. تعملي إيه؟ كوباية لبن عليها الحاجات دي، تحطيها في الميكرويف وتشغليها 2 دقيقة بس، تحطي اللبن من غير أي حاجة عشان ما يفورش جوه الميكرويف، يبقى لمدة 2 دقيقة جوه الميكرويف هنحط كوباية لبن، هيغلي اللبن، نطلع اللبن من الميكرويف نحط عليه العسل والمكسرات، خلاص بقت الخليط ده جاهز. ودي عليها شويه مكسرات برضو وحركات من كده، نقوم حاطينهم ودلقينهم على بعض، دخلهم الميكرويف تاني دقيقه، بقى بعد 3 دقايق بقى عندي ام علي. في بولات تاني اهو، دول بتوعك انت، حاضر اهو بنعملهم بعد اذنك يا استاذ حمدي. عندنا بس في ناس شاريه علب من اللي هي ب 2 جنيه دي، فاحنا عندنا اوردرات دلوقتي. هنزل كده، سامحونا اخر شويه، دول بيبقوا لازم نجري عشان في الاخر نستاذن مخرجنا يعني يدينا 2 دقيقة من عنده، ننزل لكم المنيو تاني. اللبن كده خلاص غلي، انا ممكن اشيل دول عشان المنظر العام وعشان مش عايز اوسخ الصاج للناس اللي هتغسل بعدين، اهو الزياده اللي وقعت مني ارجعها، واقوم حاطط دول هنا، اللبن بيغلي اهو. حط البولات تاني كده، اقوم واخد اللبن بسم الله الرحمن الرحيم، وزق بقى دي او نشيل بقى شويه دول اللي بالليل كده في السهره، هو انزل باللبن بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه طبعا هتشرب اللبن فانا بملاها كده على الاخر. المقادير بتاعت ام علي، طب ابو علي كده مش هيزعل مننا؟ طيب ممكن تساعدني بقى وتمليني عشان انا مركز مش عايز ادلق وابوظ الصاج. لا يا عم ما تتضايقش، لا ما تتضايقش. يا عم قالوا لي المخرج بياكل الحمام، خلينا نطلع فاصل. طب ده احنا هنطلع دلوقتي نتحاكم انا وانت، يعني احنا نتاسف للمدير انا وانت عشان ما يخسرناش بقى. ادي كده المنيو بتاع
ام علي بقى الناس اللي كانوا معانا، قلنا عجينه المنفي، معلقه من الزبده على اللبن، مش كوبايه، معلقه بس، لتر من الحليب، قشطه بلدي او لبن فريش اللي انتم حابينه، هنحلي بسكر او بعسل ابيض، ربع كوبايه عسل او سكر، وجوز هند ومكسرات، المكسرات بقى اللي انتم عايزينها. عم محمد، كل اللي انت بتقوله على راسنا لحد دلوقتي، بس انا بدخل كافيه او مطعم او بدخل مكان بيبيع ام علي عشان انا بحب ام علي، بس بلاقيه شكلها من فوق ما بعرفش اعمل زيه، ويبقى طعمه حلو. تعملوه بيعملوه ازاي؟ كريم شانتيه اهي مضروبه، تجيبي الكيس ده بشويه ميه وشويه لبن تضربيهم مع عندك كريم شانتيه. هتعملي ايه بقى؟ تقومي جايه على الوش هنا، تحطي الكريم شانتيه بالشكل ده كده، اي هو هيسيح فيعني امان كده، يعني مش محتاج ان احنا ايه نقعد نعمل اشكال. حطينا كده الكريم شانتيه على الوش، هي دي عشان ما فيهاش كتير عشان العيش بتاعها قليل، مطلوبه كده مننا يعني. نفتح بقى الفرن، وهنا بقى الموضوع مختلف. الناس بقى اللي تقول لي ايه يا استاذ محمد، البولات اللي انت حطيت فيها ام علي دي ما بتدخلش الفرن؟ لا، دي تدخل الفرن، بس لو انت عندك ده هي حاجه صيني او ازاز او مش هتستحمل ان هي تخش الفرن، احنا مش هندخلها الفرن، احنا هنديها وش بس، اللبن غلي يعني هو كده تمام، والعجينه اصلا مستويه، والمكسرات مش محتاجه سوا، انا عايز ادخلها تحت الشبكه بس كده. لو عند حضرتك شوايه، فرن الشوايه بقى العادي البيت بتاع الغاز بتاعنا ده، هيبقى عالمي، هيطلعها حلو جدا وهتطلع شبه اللي قدامنا دي، عشان كده وقتنا خلاص خلص. او تحت المروحه، تحت الشوايه، تحت الشوايه. انا قلت مروحه ولا قلت ايه؟ الشبكه اللي هي الشعله، عارف المطاعم، انا قصدي على اللبانين. انا بحب اروح اكل ام علي عند واحد يكون في اي قريه كده عنده لبن فريش، هو بياخد القشطه يقوم حاططها على الوش ويدخلها الفرن تحت الشبكه اللي انا بتكلم عليها دي، الفرن بتاع الفلاحين او الفرن اللي هو بتاع العيش الصاج ده، بيكون في شبكه كده مطلعه شعله، مطلعه نار من الجناب، يقوم حاطط صاج حاطط تحتيه بقى الرز، الفرن بيبقى جامد، ام علي بتبقى جامده، طبعا قشطه لبن من الفلاحين بتبقى جامده، فيعني هو اصلا الاكله حلوه ومكوناتها حلوه، بتبقى في حته تانيه خالص.